ولكنه يضيع الكرة في هذه الكرة. تسديدة أخرى، تسديدة أخرى للاتحاد وصالحي على مرمى شبيبة القبائل. كودري يدور بالكرة ثم يسدد، وفيستون في الهجوم، هذا هجوم آخر لشبيبة القبائل. لا توجد وضعية تسلل، محاولة التوزيع، الدفاع أقرب. وأخرى، أخطر لقطة في المباراة وأخطر فرصة من أمام عبد الرحمن مزيان. لاحظوا الإعادة التوزيعة من شريفي، وعبد الرحمن مزيان أمام الصالحي، رائع. صالحي كان الأروع وكان المتألق في هذه اللقطة. مزيان يعود الكرة ويسدد بالشتاء لشريفي رضوان، محاولة التوزيع مرة أخرى صالحي، منفذة لكن إلى زماوش هو الأقرب. المدرب يستغل هذا الوقت، تمريرة أخرى على الجهة اليمنى لأماعوش، ماذا يفعل؟ وقاسم محاولة التسديد، أول تهديد حقيقي لشبيبة القبائل بهذه التسديدة. لاحظوا الإعادة، التسديدة كانت مركزة، ولكن زماموش هداف فريق اتحاد العاصمة. مزيان مرة أخرى، التمريرة لكودري أو يايا، والهدف الأول لاتحاد العاصمة. 5 دقائق كانت كافية ليايا وللاتحاد لافتتاح باب التهديف. يايا والفرحة الكبيرة، وسط فرحة جماهيرية كبيرة للاتحاد، يايا فوزي ينهيها في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة التفوق. لاحظوا الإعادة، ويايا من دون أن يراوغ باليمنى ويسدد باليسرى ويضع الكرة في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة. ولكن العمل الكبير والجميل والرائع قام به مزيان وفرحة يايا في هذه اللحظات. مرة أخرى على الجهة اليمنى وفي الوسط لإبارة، محاولة التوزيع، إبارة كاد أن يضيف الهدف الثاني للاتحاد لولا صالحي البارع. القاري كرة أخرى لشبيبة القبائل، هجوم آخر لأيت قاسي، محاولة التوزيع، الشبيبة تضيع هدف التعادل. كرة أخرى لإبارة، ينطلق إبارة من أمام تيزي وعلي، ماذا يفعل إبارة؟ محاولة المراوغة لكن يفشل. ونهاية اللقاء، غربال إذن يعلن عن نهاية المباراة بفوز اتحاد العاصمة، نهاية الكلاسيكو بين الاتحاد وشبيبة القبائل.